بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام في بحث السيستاني يخالف القرآن والرسول والآل، ويشرعن شعائر النصارى والهندوس والجاهلية. في الإرشاد للشيخ المفيد عن الإمام السجاد عليه السلام قال: فخنقتني العبرة فرددتها ولزمت السكوت وعلمت أن البلاء قد نزل. الإمام السجاد يقول: فخنقتني العبرة فرددتها ولزمت السكوت وعلمت أن البلاء قد نزل. وأما عمتي زينب، سلام الله على زينب، وأما عمتي فإنها سمعت ما سمعت. هذا التصرف من زينب في أي مكان، في أي موضع، في أكثر من موضع، في واقعة كربلاء قد تصرفت بعض التصرفات غير الصحيحة، غير الشرعية، غير الموافقة للشرع وللدين، وقد نهى الحسين سلام الله عليه عن هذه التصرفات، نهى زينب عن هذه التصرفات. يقول السجاد عليه السلام: وأما عمتي فإنها سمعت ما سمعت وهي امرأة، ومن شأن النساء الرقة والجزع، وأما عمتي فإنها سمعت ما سمعت وهي امرأة ومن شأن النساء الرقة والجزع، فلم تملك نفسها أن وثبت تجر ثوبها وأنها لحاسرة، حتى انتهت إليه إلى الحسين عليه السلام فقالت: واثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة، فنظر إليها الحسين عليه السلام وقال: يا أخي لا يذهبن حلمك الشيطان، يا أخي اتق الله وتعزي بعزاء الله. الجزع عزاء الشيطان، الصبر عزاء الله، الجزع عزاء السيستاني، الصبر عزاء الله، الصبر تقوى، الجزع شيطنة، الجزع سيستانية، الصبر تقوى، الصبر إيمان، الصبر أخلاق الله، الجزع أخلاق السيستاني، أخلاق المراجع، أخلاق الشيعة، أخلاق القبورية، أخلاق التراث الشيعي، أخلاق الروزخونية. فنظر إليها الحسين عليه السلام وقال لها: يا أخي لا يذهبن حلمك الشيطان، يا أخي اتق الله وتعزي بعزاء الله، اتق الله وتعزي بعزاء الله، الصبر الصبر الصبر. الجزع خلق السيستاني، الجزع خلق الشيطان، الجزع خلق إبليس، الصبر خلق الله، الصبر خلق النبي، الصبر خلق الحسين، الصبر خلق السجاد، الصبر خلق الصحابة، الصبر خلق أهل البيت عليهم السلام. كما في الإرشاد وفي البحار وفي إعلام الورى وفي العوالم وفي أعيان الشيعة ولواعج الأشجان والمجالس السنية والحق اليقين والمجالس العاشورية ومع الركب الحسيني وزينب الكبرى وتاريخ النياحة وأعلام النساء والصحيح من مقتل سيد الشهداء ومقتل الحسين لأبي مخنف في الكتب الشيعية وفي الكتب السنية.
تاريخ الطبري الكامل في التاريخ، البداية والنهاية، أنساب الأشراف، نهاية الأرب، سبل الهدى. وطبعا ما موجود في الكتب الشيعية هو عبارة عن سرقة من الكتب السنية، التراث الشيعي مسروق من التراث السني. هذه القضية ذكرناها سابقا ونذكرها الآن وسنذكرها لاحقا إن شاء الله، ونكمل الكلام إن شاء الله لاحقا.